أسعد الله مساءكم أحييكم وأرحب بكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شاشة تلفزيون القدس التربوي في حلقة خاصة بعنوان رأي هاي الإستشاري ما بين الواقع وخيارات المستقبل في غضون حالة اليأس التي يمر بها الشعب الفلسطيني بالتزامن مع استمرار المعاناة والحصار وتهرب الجانب الإسرائيلي بكافة أو مع عن الالتزام بالاتفاقيات المتعاقبة، إلا أن هناك بقعة أمل لم تجف بعد. فرأى إلى الاستشاري بمثابة اعتراف دولي بدولة فلسطين وأحقيّة الشعب الفلسطيني في تح في, تح في تقرير مصيره إذا ما تم تحويله إلى قرار. فما هي حقيقة رأي هاي الاستشاري وما هي أهم بنوده وما هي أهم النتائج والآثار المترتبة على إصدار هذا الرأي وعلى عاتق من تقع مسؤولية تحويله إلى قرار يخدم القضية الفلسطينية؟ وبالإضافة إلى أهم المقترحات التي من الممكن تقديمها لدعم عملية تحويل لاهاي إلى قرار وإحراج حكومة الاحتلال على الساحة الدولية للحديث حول هذا الموضوع وأكثر يسرني أن أستضيف معي الناشطة الشبابية والإعلامية دينا عابد والناشط الشبابي والسياسي خالد أبو قرع أهلا وسهلا بكم في البداية ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم طبعا من جديد لو تحدثنا عن تقييم الوضع السياسي الراهن في ظل الانتهاكات التي او الهجمه الشرسه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال ما تقوم به دوله الاحتلال. خالد تفضل. في حقيقه الامر يمر الشعب الفلسطيني حاليا في مرحله ياس وجمود سياسي فنلاحظ هنا في الشارع الفلسطيني ان الشباب الفلسطيني محبط بشكل عام من الوضع السياسي وياتي ذلك نتيجه لعدم وجود حل يحسم الصراع الفلسطيني الاسرائيلي نتيجه لتوقف المفاوضات لازدياد الاستيطان لزيادة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين بالمسجد الأقصى في القدس بحق الأسرة كما نعلم أن هنا اليوم اليوم الرابع والثمانون لإضراب الأسير محمد القيق عن الطعام إذا هناك ضغط نفسي ضغط سياسي عدم وجود حل يحسم الصراع نعم آه ما هي حقيقة وواقع فتوى محكمة لاهاي دينا؟ آه في البداية آه بالنسبة لل فتوى لهاي في عام 88 في ميثاق الاجماع الفلسطيني الوطني الصادر عن منظمه التحرير الفلسطينيه اللي هي صدرت اللي هي تبنت قرارات وشرعيه دوليه بحق الشعب الفلسطيني صدرت فتوى لهاي اللي هي عن محكمه العدل الدوليه في عام 97 2004 اللي هي كانت توجه للجمعيه العامه برفع الملفات الى مجلس الامن ومن ثم اصدار القرارات فتوى لاهاي هي تناولت 163 بند أخذت أهم 11 قضية بالنسبة للقضية الفلسطينية أهمها الجدار اتفاقية الهدنة القدس جنيف بخصوص الأسرة المدنيين أسرة الحرب وإلى آخره كمان بالنسبة لفتوى لاهاي في عندي حق نقد الفيتا الامريكي كونه أنا في الجمعيه العامه لا يوجد عندي حق نقد فيتا كونه هي امريكا مثلها مثل اي دوله اخرى، فكان في عندي تصويت 14 دوله من اصل 15 دوله اللي هي قدمتها امريكا في حق نقد الفيتا. نعم بس لكن برايك من قام بمبادره او الضغط على بمناسبة القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية الذي قام بهذه المبادرة هي من جهات مختصة قامت في هذه قامت في هذه الفتوى وهذه المبادرة بالنسبة لفتوى هي هي قرار وغير ملزمة بمعنى هي من جمعيه غير ملزمه وحتى يتم تحويلها الى قرار يجب او الى عده قرارات، يجب ان ان تتدحرج في الجمعيه العامه ومن ثم الى مجلس الامن. <applause> آه خالد بالرجوع اليك هل تعتقد ان المحكمه العدل الدوليه صاحبه اختصاص في اصدار اوراق خاصه بالقضيه الفلسطينيه؟ نعم بكل تاكيد، محكمه العدل الدوليه التي تم انشائها عام 1964 ميلادي والتي تقع في لاهاي لها اختصاصان بشكل رئيسي الاختصاص الاول هو البت في القضايا الدوليه المتعلقه بالدول الاعضاء والتي تقدم من دول والاختصاص الثاني والاهم الذي يخص الراي الاستشاري الذي نتحدث عنه تجاه القضيه الفلسطينيه الا وهو البت في القضايا الاستشاريه التي تقدم من جهات مخوله واذا اردنا دقه هنا الجمعيه العموميه التي تقدمت بطلب معرفه رايها بهذه القضيه هي جهة مخولة دوليا بهذا الأمر. دينا، برأيك ما هي أهم القضايا التي تم التطرق إليها خلال المحكمة العدل الدولية أو من خلال بنود رأي لاهاي؟ في بداية حدثت لهاي عن جدار الفصل الفصل العنصري والذي هو كان في البداية اختلفوا على اسماء جدار الفصل العنصري أمريكا طلبت في تسميته بالسور الأمين العام عفوا أمريكا إسرائيل في الحاجز الأمين العام في السور والجمعية العامة سمته في الجدار مثال على ذلك قرية عنين في جنين هي التي التهم السياج 11500 دونم من أراضيها فبالتالي صفت الأراضي اللي موجودة غير صالحه للزراعه والمزارعين صار بدهم تصريح للوصول الى هذه اراضيهم اللي صارت ما بعد الجدار فكان كان راي لهاي الاستشاري بالنسبه للجدار هي اختراق للقوانين واحكام القانون الدولي فبالتالي طلبت بازالته وازاله اثاره وتعويض السكان تعويض كاملا بالنسبه للقدس القدس هي مثال على ذلك رقصة الاعلام بمناسبه او احتفالا بتوحيد القدس وايضا بالاضافه الى الانتهاكات التي نراها الان من الهجمات المستوطنين على الاقصى فبالتالي هي اي اي انتهاكات او اي اجراءات او سياسات تقوم فيها اسرائيل بتغيير طابع وضع القدس هي لاغيه وباطله كما تحدثت او قالت راي الهيئه الاستشاري. آه كمان بالنسبه لاتفاق اللي هي اللي الخاصه في الاسرى الاسرى كونهم الاسرى هم لا المصطلح نختلف هنا فيه على اسرهم معتقلين ومختطفين وليسوا اسرى لان يعني الاسرى هو موجوده في ساحه الحرب لديه سلاح مثل الذي مثل الاسرائيلي فبالتالي هو معتقل ومختطف كونه يؤخذ من بيته في منتصف الليل في زي مدني فهو خالد موجود. برأيك هل يعني بالاضافه الى ما تحدثت عنه دينا من قضايا تم التطرق اليها في محكمه العدل الدوليه بشان لاهاي، هل هناك اي قضايا اخرى؟ نعم بكل تاكيد، هناك قضيه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والتي اكدت راي لاهاي الاستشاري عليه بمعنى ان لا يجوز لاحد ان يقرر عن هذا الشعب سواء كان داخل الاراضي المحتله او خارج الاراضي اي في الشتات وفي الدول الاخرى، وهذا امر جدا مهم ويمنع كافه التدخلات الخارجيه سواء كانت من الدول العظمى او الدول الصغرى او الدول الاقليميه، هذا امر مهم. كما ان الاستيطان اكدت المحكمه على ان الاستيطان غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي وهذا امر مهم ايضا لما نراه اليوم على الواقع في العالم حملات المقاطعه التي تتم نتيجه لهذا الراي ولان هذا يتعارض مع القانون الدولي فنحن منذ اشهر الاتحاد الاوروبي يؤكد على ان بضاعه المستوطنات لا يتم بيعها في الاراضي الاوروبيه وهناك حملات مقاطعه ضخمه وهذا اثره كله من الاستيطان. كما ان قضيه اتفاقيه جنيف الرابعه عام 1949 والتي تحدثت عن حمايه المدنيين اثناء الحرب وحمايه الطواقم الطبيه والاعلاميه فهذه الاتفاقيه او هذا الراي اكد على هذه الاتفاقيه بشكل اساسي فنحن نلاحظ ان في هذه الايام لا يوجد احترام لاي جهه معينه كانت سواء تقدم خدمه انسانيه خدمه اعلاميه حصانه دبلوماسيه الاحتلال لا يميز ولا يحترم فنحن نعلم دائما ونرى مثلا في الهبه الشعبيه نلاحظ ان المصابين يتم تركهم حتى ينزفوا ولا يتم تقديم العون لهم يتم منع الاطقم الصحفيه من التوجه هنا وهناك هناك عرقله اسرائيليه لكافه الاطقم دون تمييز خالد برايك ما هي او ما هو راي محكمه العدل الدوليه وكيف تصرفت خلال من او كيف تصرفت بشان الحواجز بين والاغلاقات بين المدن الفلسطينيه صحيح. وتقييد حقا. حركة بالإضافة إلى تقييد طبعا حركة المواطنين في بداية الأمر هنا ربطت المحكمة بين حق التنقل الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الميثاق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم الربط هنا بين الرأي الاستشاري وهذا الحق كما أن ربطت هذا الحق في موضوع التعليم والتنقل بمعنى آخر أن مثلا طلاب الجامعات هنا يتعرضون دائما لمعيقات من قبل المحتل من قبل الحواجز حتى الجدار الفصل العنصري بحد ذاته اختراق لمبدا الحرية التنقل، ولهذا فان الراي لهاي الاستشاري جمع بين كل هذه المتغيرات بهدف خدمه القضيه الفلسطينيه. آه شو تجربتك دينا خلال او من تجربتك من خلال تجربتك ما هي اهم الاشياء اللي ممكن آه ممكن تعرفيها عن راي لهاي او هيك يعني باختصار يعني؟ <applause> من خلال تجربتي وتصويري لفيلم رأي لاهاي الاستشاري بضرورة الوعي السياسي خاصة للشباب بخصوص رأي لاهاي الاستشاري كونه أنه عندي هناك عدد كبير من الناس اللي لا تفقه شيء عن رأي لاهاي الاستشاري كمان ضرورة معرفة بديش احكي مطالب هي حقوق فلسطينيه ضروره ضرور بالضروره انه كل حد يعرف شو حقوقه الفلسطينيه حتى يتم عندي عمل برنامج سياسي موحد بالتوجه اليها بالاضافه الى كمان معرفه منظمة التحرير الفلسطينية كيف يتم الشعب الضغط عليها حتى تتوجه بتحويل ملفات رأي الرأي لهاي الاستشاري من فتوى إلى قرار طب دينا كيف شو كان في أنشطة كمان ممكن تدخل ضمن أو تخدم قضية رأي لهاي يعني أنشطة أنت خطيها مثلا أو كنتوا مشتركين فيها من ضمن المركز أو ضمن الأعمال اللي أخذتيها <applause> في البداية كان في عنا تصوير الفيلم كان في عنا تصوير الفيلم في القدس العاصمة من ثم توجه إلى مناطق تماس بالتوجه إلى مستوطنات حواجز وإلى ما ذلك كانت في الصعوبات التي واجهتنا هي في درجات مرتفعة جدا من حرارة الجو بالإضافة إلى تعرضات من توجهاتنا إلى خطوط التماس بالاضافه الى خيمه الحمايه الدوليه التي قمنا فيها كشبات وشباب مؤازرين التي قمنا فيها فهي في الاعتصام امام مبنى الامم المتحده بالمطالبه بالحمايه الدوليه، فهي ايضا وسيله ضغط ووسيله رساله من شابات وشباب حتى نطالب في حقوقنا وفي مطالبه تحويل فتوى لاهاي من راي استشاري الى قرار. نعم خالد برايك ما هو تقييم او ما هي يعني تقييم الاشياء اللي قامت فيها اسرائيل والانتهاكات؟ بحق الشعب الفلسطيني في رأي في رأي لاهاي ضمن بش البنود طبعا بشكل اساسي ما تقوم به اسرائيل منذ الامس البعيد وحتى اليوم هو انتهاك واضح لكافه البنود التي تحدثت عنها رأي لاهاي كما اشارت زميلتي دينا موضوع جدار الفصل العنصري هو انتهاك لحريه التنقل هو انتهاك ايضا للروابط الاجتماعيه الموجوده بين كافه افراد الفلسطينيين انتهاك للتعليم انتهاك من كون الاستيطان من الامور التي تتحدث عنها راي الهاي الاستشاري هناك انتهاكات عديده يتعرض لها الاسره داخل السجون هناك انتهاكات يتعرض لها المدنيين الطواقم الطبيه الطواقم الاعلاميه لا احد يستثنى من هذه الانتهاكات ولهذا فان راي الهاي الاستشاري حتى لأنه نلاحظ ان اسرائيل لا تتعامل معه باي جديه رغم ان هذا الراي صدر قبل 11 عام تقريبا اسرائيل حتى اليوم لا تعطيها اي اهميه وبالعكس هي تزيد من غطرستها. نعم. آه دينا قبل قليل تحدثتي عن يعني مجموعة تحديات واجهتموها خلال تصوير الفيلم، لكن لو ركزنا أكثر على مجموعة تحديات بالأخص واجهتموها من ضمن آه أو من خلال الاحتلال مثلا خلال تصوير الفيلم. آه تصوير الفيلم ليس بالسهل بالتأكيد، آه وبالمناسبة هناك في عرض للفيلم قريبا وفي في 26 2 آه آه سيكون في آه المنتدى الرعاة في رام الله الساعة آه الرابعة آه مساء فبالتالي الصعوبات التي واجهتنا نحن آه من تواجدنا سواء في مناطق التماس حاولنا الوصول إلى أقرب نقاط تماس في توجه للمكعبات الإسمنتية فأكيد كان هناك في تحركشات أو احتكاكات من قبل جنود الاحتلال كمان بتوجه إلى سجن عوفر الاحتلالي وأيضا كانت هناك مواجهات تقام هناك فبالتالي كانت وسيلة احتكاك بيننا وبين الاحتلال وكمان كان في عندنا تصوير في منطقه الريحه وكانت في ساعات درجات حراره جدا مرتفعه وكانت من اصعب اماكن التصوير بالنسبه لتجربتي انا الشخصيه كان في عندي تصوير في البحر الميت وكنت اول مره بشوف البحر في حياتي فهي كانت تجربه صعبه تجربه نعم لو اردنا التحدث عن الشأن الداخلي واهم التحديات, التحديات التي واجهنا بالاضافه الى ما تحدثتيه طبعا اهم المشاكل الداخليه اللي واجهتكم في البدايه كنا في لقاءات مع القيادات السياسيه قبل عمل فيلم رأي الهاي الاستشاري فبالنسبة للمشاكل التي واجهتنا بأن هناك اختلاف وتناقض بين آراء القيادات السياسية حول فتوى الهاي الاستشاري فلم نقم سوى بالحديث عن توجهاتنا نحن بكون رأي الهاي الاستشاري هي توجه وليس فكر فقمنا نحن في توصيل رساله للقيادات السياسيه وتوصيل رساله للشعب ايضا حول خصوص فتوى راي الهيئه الاستشاري بعيدا عن كل حد فصيله حزبه ميوله والى اخره كما قلت لك في قبل كل الصعوبات والتي واجهتنا هي كانت احتكاكات من قبل على الاحتلال في توجهاتنا وفي توجهات الى القدس ايضا ليس كل اماكن القدس ممكن التصوير فيها فكانت هناك برضه في عائق في في مشكله التصوير نعم خالد بكونك ناشط شبابي واعلامي برايك شو تقييمك ل مثلا المدارس او مختلف الطرق التعليميه في توجيه او توعيه الشعب في خصوصا في رأي او في جانب راي لهاي. في حقيقة الأمر هناك ضعف بشكل عام في عملية الثقافة السياسية أو التوعية السياسية في كافة القضايا ليست فقط في قضية لاهاي إذا نظرنا إلى الجامعات يجب أن نسأل سؤال مثلا لماذا لا يكون هناك مساقات أساسية تتحدث عن القضية الفلسطينية لكافة الطلبة في الجامعات الفلسطينية ننظر جامعة سين وصاد وعين لماذا لا يكون هناك مساقات هذه المواضيع تهم جميع الطلبة، ليست فقط تخصص العلوم السياسية، تهم الطبيب والمهندس، تهم الاعلامي، تهم جميع هذول هذه الفئات لانهم يتعرضون لهذه المضايقات من المحتل، وكوننا نطمح إلى تحويل هذا الرأي الاستشاري من رأي إلى قرار، يجب أن يكون هناك تعبئة على الصعيد الشباب، تعبئة على الصعيد المجتمع المحلي، هناك دور أيضاً ليست فقط للمؤسسات التعليمية، هناك دور لهيئات المجتمع المدني، للمؤسسات التي تختص والتي للاسف هي ضئيلة جدا تختص بالثقافة السياسية، هناك دور ايضا للقيادة الفلسطينية، للسلطة الوطنية، لمنظمة التحرير، الجميع هنا يتحمل المسؤولية، والدور الأهم أيضا هنا للإعلام، فالإعلام هو السلطة الرابعة كما يقول الجميع. ولهذا هناك دور مهم لجميع هذه الفئات من أجل توعية الشعب بأهمية هذه القضية لما لها من فوائد على حياة المواطنين بشكل عام. برايك لكن هذه القضايا او هذه النوعيه من المواضيع تلقى اهتمام من قبل الطلبه؟ بشكل عام الطلبه يعني انا لا الوم الطلبه عندما يصل الطالب سنه رابعه وانت لم يتم تعبئته سياسيا من قبل. انا بشكل عام اتحدث هنا دور ايضا للمدارس، الطالب منذ الصف الاول يجب ان يكون هناك كما في التربيه المدنيه، التربيه الوطنيه، يجب ان يكون هناك دروس مبسطه تعود على اهم القضايا التي عرض لها الشعب الفلسطيني، مثلا يتم من خلال الندوات، المسرحيات، يعني كل مستوى لديه طريقه واسلوب في التعامل معه، ولكن عندما يصل الطالب الى سنه رابعه وانت تاتي اليه وتقول له لنتحدث عن الموضوع السياسي كذا، فهو بكل تاكيد سيكون هناك عائق، فاذا التعبئه تبدا منذ الصغر وعبر مراحل وباستخدام اساليب مختلفه. نعم، بالعوده اليك دينا برايك هل الاعلام الفلسطيني قام بدوره تجاه قضيه القضيه الفلسطينيه في راي هاي؟ بالتاكيد الاعلام الفلسطيني هو ما زال مقصرا في دور فتوى لاهاي فحتى لو يريد ان يتحدث عنها فهو يمر عنها مرور الكرام دون ان يقول عنها تفاصيل فعلى صعيد الشخصي انا حتى لو لو سمعت لاهاي سوف اسمعها وخلص انتهى يعني الموضوع فبالتالي الاعلام هو كان مقصرا في دور لهاي يتحدث عنه في وقته فقط لم لم ارى هناك برامج وثائقيه برامج تتحدث عن فتوى لاهاي كون انه هي سقف عالم سقف القرارات الاخرى فبالتالي يجب ان تكون هناك معلومات لدى الشعب الفلسطيني عن هذا عن هذه الفتوى وايضا بالنسبه للاعلام الاعلام يجب ان ان يكون هناك عندي اعلام بلغات متعدده حتى تصل فتوى لاهاي الى جميع الدول التي هي تريد ان تصوت لنا او الدول الشقيقه او الدول هي التي لم لم تفقه شيء عن القضيه الفلسطينيه فبالتالي هي ممكن انها تصبح من الدول الشقيقه ونكسب صوتها في في جمعية العامة. نعم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولتسليط الضوء أكثر حول الموضوع لا بد من الانتقال إلى تقرير الشارع والذي تم إعداده للتعرف على آراء الناس حول السؤال التالي ماذا تعرف عن رأي لاهاي, لاهاي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لنتابع معا هاي للقضايا يعني الدولية زي مجرمي الحرب اللي كانوا يطالبوا شارون إن يتقدم لها هذا أه اللي بعرف عنها محكمة عدل دولية محكمة لاهاي محكمة العدل الدولية بقدموا لها اجراءات لمناهضه اي شيء بخص استعمار في اي دوله من الدول ومحكمه لاهاي اصدرت قرار بخصوص جدار الفصل العنصري بان هذا الجدار هو عنصري ومثل نظام الأبردهايد في جنوب افريقيا للفصل بين الشعوب وضد السلام وضد الاستقرار في المنطقه اول شيء محكمه لاهاي مش محكمه مكررة يعني بتعطي راي استشاريه قانونيه فقط لا غير مش اكثر ولا اقل وبالتالي يعني اذا يعني الممكن أن يكون الافضل هو التوجه للامم المتحده في اي قرار وخصوصا يعني ما يتعلق بالقرار تعلق القضيه الفلسطينيه بموضوع الجدار الفصل العنصري وهاي المسائل كلها انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين التوجه للجمعيه العامه ثم لمحكمه الجنايات محكمة لهاي طبعا للمشاكل اللي بتصير بالعالم وما باخذ الواحد نتيجه في بلده او كذا بنجبر زي وضعنا احنا الحالي بنجبر نروح على نوصل شكوانا لهاي المحكمة والفصل العنصري طبعا ما حدا راضي منه يعني اللي بيدخلوا بطن امه رافضه اصلا يعني الفصل العنصري يعني بيتعاملوا معنا بشكل بقانون وبتعاملوا في الاشي اللي بخلصهم مهمة عرفت كيف وهذا اشي طبعا يعني ما حدا برضاه لانه احنا مش عبيد احنا بني ادمين زينا زي اي شعب وبعدين احنا مطالب بحقوقنا يعني لا اكثر ولا اقل يعني ما لهمش منية علينا لهم ولا غيرهم هو قرار منيح انه يجتمعوا او نلاقي قبول من دول العالم انه انه يشيلوا الجدار لانه الجدار سلب لحريه الشعب الفلسطيني وانه اخذ اراضيهم من غير حق انا اللي بعرفه انه اقروا انه هذا الجدار لازم ينشال وانه الفصل العنصري هذا زي تبع جنوب افريقيا مش لازم يكون بعرف صدر قرار بدانة وعدم قانونية الجدار ويجب ازالته وتعويض المتضررين منه قرار لاهاي ولا مش قرار لاهاي بالنهايه جدار فصل عنصري هذا نحط على اراضي فلسطينيه ما لها حق الدوله الاسرائيليه انها تستخدم هيك هيك سياسه مع الشعب الفلسطيني بغض النظر شو همه احنا شعب فلسطيني إنا حقوق من واجب العالم كلها اذا العالم كله ما بده اياه هذه الحقوق ما بده يقاتل فيها للشعب الفلسطيني احنا الشعب الفلسطيني بنقاتل عشانها اول شغله ثاني شغله انه يصدر قرار بخصوص الجدار الفصل العنصري هذا القرار لازم يشيلوه ويشيل الجدار الفصل العنصري لان الجدار الفصل العنصري يعني تقسيم دوله الفلسطينيه وهي حقوق للشعب حقوق مواطنين وحقوق امه مش شرط إنه أنا عم انا ما بدي دوله تعوضني انا بدي ارضي اول عن اخر انا بدي أرضي. أه بالعودة إليكم ضيوف الكرام خالد ما رأيك بما بما جاء في تقرير الشارع؟ صحيح ما جاء في تقرير الشارع كما تحدثنا في بداية الحلقة إن هناك نقص في الثقافة السياسية نلاحظ هنا أن الشباب الفلسطيني يريد معرفة أكثر عن هذه القضية يريد يعني يتحدث بشكل عام عن السياسة وهو لا يعلم نلاحظ أيضا أن هناك في الشعب الفلسطيني دائما يقولون نحن نخاف أن نتحدث عن هذه القضية لا نعلم بهذه القضية لا نريد أن نتدخل في السياسة مع أن كوننا كشباب فلسطيني نعلم أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وطنية بشكل أساسي ما لاحظناه في التقرير يدل بشكل أساسي على نقص التوعية منذ مراحل المدرسة حتى الجامعة إلى ما بعد الجامعة يعني لاحظنا ورأينا أن البعض يقول نعم لهاي هنا لهاي تقع هناك هذه محكمة هذه هناك هذا أمر بشكل عام يجب أن يتم وضع له خطة موجهة خطة استراتيجية موجهة من قبل السلطة الوطنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني حتى نحصل على نتائج فمن الشكل الطبيعي أنا لا ألوم الشباب ولا أتفاجأ من هذا الأمر الذي يحدث نحن لدينا نقص في التعبئة فبالتالي هناك نقص في النتائج وهذا ما رأيناه في التقرير دينا بما جاء في التقرير رأينا ضعف في كمية المعلومات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني خصوصا في التقرير عن رأي لاهاي الاستشاري برأيك إلى ماذا نعزي ذلك؟ بالتأكيد يعني كما قال زميلي خالد هناك كل في الوعي السياسي وخاصة للشباب الفلسطيني في البداية هل هل هو الناس ملت من فكرة السياسة كون أن الأحداث ما زالت تتصاعد دائما هناك يرتقي شهداء وإلى آخره هل هي ناس ملت من فكرة السياسة أو أنها لا تريد أن تتحدث خوف بأننا نحن هناك كما يقولون الاحتلال الاسرائيلي يحاسب على كلمه يمكن ان يكتبها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فبالتالي يجب ان يكون تبدا من المدارس من الشباب الفلسطيني الوعي الكامل وادراكه الكامل في اي حزب سوف ينتمي وهو سوف يذهب الى مواجهات التماس فهو لماذا ذهب الى مواجهات التماس فبالتالي الشعب الفلسطيني هو ما زال غير موجود لديه وعي كامل عن السياسة فهو بحاجة إلى وعي يعني وعي يكون كامل بالنسبة إلى عن السياسة ليكون قادر على مواجهة هذه الصعوبات وبالتالي الشعب هو الوسيلة الضاغطة للوصول إلى تحويل فتوى لهاي له من رئيس الشارع إلى قرار خالد في الوضع الراهن السياسي الحالي هل ما زال الراي لاهاي الاستشاري ذو اهميه على الصحة الفلسطينيه او للشعب الفلسطيني؟ حتى نكون صريحين ساقول لك لا، لا يوجد اهتمام بهذا الراي، كون القياده الفلسطينيه حاليا ومنذ 11 عام من اصدار هذا القرار، لا يوجد هناك هناك اهميه دقيقه لـ 163 بند التي صدرت وتخدم القضيه الفلسطينيه، وبالتالي القياده الفلسطينيه غير مهتمه بهذا القرار، للاسف طبعا نقول، وبالتالي الشارع الفلسطيني حتى لا يعلم عن هذا القرار. فهنا نتيجة عندما تهتم القيادة بشيء ما تريد أن تعمل تعبة ولكن القيادة غير مهتمة فكيف يعني من الطبيعي أن نرى الشارع غير مهتم وغير مدرك لهذه القضية نعم لكن ما هي أهم النتائج أو الأثار خلينا بالنتائج التي ترتبت على إصدار هذا القرار بداية لهذا القرار يعني أهمية كبيرة البعض يستهين به ويقول أنه قرار رمزي مثل مثل أي قرارات ولكن لا بشكل عام هذا القرار صدر من أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية هذا القرار يؤكد على حقيه الشعب الفلسطيني والحق القانوني الذي يحاول العدو دوله الاحتلال سلبه اذا هذا القرار جاء لاعاده الحقوق او لحفظ الحقوق حتى نكون دقيقين هذا الحق القانوني جاء ايضا للتاكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره التاكيد على الثورات والمقاومه الشعبيه وكافه اشكال المقاومه الدبلوماسيه والسياسيه والقانونيه للشعب الفلسطيني والذي يعتبر منطلق لكي نكمل الطريق حتى تحقيق الدولة المستقله ان شاء الله دينا برايك ما هي بالاضافه الى ما تحدث عنه خالد برايك ما هي اهم النتائج التي المترتبه على وجود اصدار او وجود فتوى او راي لهاي الاستشاري انا برايي هي ليست بالسهوله سوف تزيد الانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي سوف تزيد الضغوطات من الناحيه السياسيه الاقتصاديه والى ما ذلك فبالتالي هي هي حق تقرير المصير يعني هي حلم فلسطيني بمعنى هو الحق الفلسطيني هي جاءت من قبل فتوى لاهاي الاستشاري وبالتالي اسرائيل هي هي او خلينا نحكي الولايات المتحده هي قوه عظمى فبالتالي راح تكون لها وسائل ضاغطه باتجاه الشعب الفلسطيني اكثر من ذلك كيف يمكن الاستفاده من وجود فتوى لاهاي في صالح القضيه الفلسطينيه دينا؟ اكيد هي فتوى هاي هي التي تريد ان توصلنا الى اقامه دوله فلسطينيه يمكن الاستفاده منها في كثير من القضايا التي تحدثنا عنها مثل قضية الأسرة فبالتالي بوجه تحية للأسير محمد القيق التي ستخفف ستخفف عن حكم الأسير عندما أنا أتحدث هل هو أسير أم هو أم هو معتقل كما رأينا المستعربين الذين كانوا يخطفون يطلقون عليهم الرصاص في البداية ثم يخطفونهم ولم يعرف مصيرهم بعد فبالتالي هي ستخفف من حكمهم كما عندما أتحدث عن قرار 181 واحد واحد. قرار 181 واحد واحد هو الذي يتحدث عن شعب واحدة, واحده دوله واحده هو الذي يعطي حق المشروع ولا وليس منحه من احد وبالتالي هو اعطى هذا الحق نفسه للاسرائيليين فبالتالي اسرائيل هي لا ولا وامريكا هي لم تشطب هذا القرار لانها حتى لو فكرت بان تشطب فبالتالي هي ستلغي اسرائيل من الشرعيه الدوليه فبالتالي فتوى هاي هي يعني حلم فلسطيني سنصل إليه فيما بعد وسنستفيد منه على الصعيد الفلسطيني كثيرا ولكن هي تحتاج إلى برنامج سياسي موحد تحتاج إلى قرار فلسطيني تحتاج إلى وعي سياسي وإعلام أيضا تحتاج إلى كثير من الخطوات التي نحن يجب العمل عليها من خلال القيادات القيادة والشعب حتى نصل إلى فتوى وبذلك أهلستشيء. ننتقل إليك خالد برأيك ما هي أهم الخطوات العملية اللي ممكن اتباعها أو اللازم اتباعها للاستفادة من وجود رأي لهاي الاستشاري؟ في بداية الأمر حتى يتم تحويل رأي لهاي الاستشاري إلى قرار يجب النظر إلى ثلاث قضايا بشكل أساسي أولا على النطاق الداخلي الفلسطيني كما يعلم الجميع هناك حالة انقسام سياسي أي أن هناك أحزاب تعمل من أجل مصالحها ولا يوجد هناك برنامج وطني متفق عليه او خطه استراتيجيه وطنيه متفق عليها بين الاحزاب. فمثلا اذا كنا داخليا ضعفاء، فكيف سنكون وكيف سنواجه العالم؟ كيف سنواجه الاعلام الصهيوني الذي يسيطر بشكل اساسي على كثير من الدول ويخاطب كثير من الشعوب. اذا الوضع الداخلي يجب ان يكون هناك برنامج سياسي، برنامج وطني، اتفاق سياسي يؤكد على ذلك. اما على الصعيد الاقليمي، ننتقل الى الموضوع الاقليمي. كوننا نعلم ان الوضع الاقليمي حاليا غير مستقر في منطقه الشرق الاوسط في وجود الثورات ووجود النزاعات والخلافات وكوننا دوله نطمح او نطمح الى اقامه دوله يجب علينا كموقف سياسي ان لا نتخذ مواقف مع هذه الدول سواء كانت معارضه او التدخل في قضايا الداخليه لهم لاننا نريد دعم هذه الدول ولا, ولا نريد ان نبعد هذه الدول عن المصالح الوطنيه الفلسطينيه اما على الصعيد الدولي يجب علينا الان العمل على استغلال او لاكون دقيق اكثر تبديل دور الولايات المتحده الامريكيه كلاعب رئيسي في عمليه السلام بدول اخرى، فنحن نعلم ان النظام الدولي الحالي ينتقل من مرحله الاحادي القطبيه الى ثنائي القطبيه، فهناك دول عديده مثل روسيا والصين تدعم الحقوق الفلسطينيه وتريد البروز على الساحه، فلماذا لا نستغل هذه الدول؟ دينا تحدثتي قبل قليل عن نتائج إصدار فتوى لاهاي على القضية الفلسطينية برأيك كيف ممكن تحويل هذا الرأي إلى قرار يخدم أو يصب في مصلحة القضية؟ حتى يتحول إلى قرار يجب أن يكون عندي لدي برنامج سياسي موحد انهاء الانقسام الداخلي ما هي الخطوات طيب ما هي الخطو... الخطوات اللازم او التوصل اللي هي عبر ما تحدثت عنه؟ حتى يكون في عندي خطوات يجب العمل على في البدايه يجب العمل على دراسه هذه الملفات وجرائم الاحتلال وجميعها حتى يتم التوجه الى الجمعيه العامه ومن ثم الى مجلس الامن وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال الاسرائيلي. فحتى يكون في عندي خطوات ناجحة يجب البداية ما أن تكون من دينا ما هي الفلسطينية. طبيعة قرار 377 الذي صدر عنه؟ نعم. اه قرار 377 هو جاء ليحل مشكلة عجز مجلس الأمن آه لي آه ليكون عندي هناك صون أمن آه وسلام دولي للأمن للأمن الدوليين. هو فهو جاء لحل هذه المشكله كون هناك في يوجد صراع بين الطرفين العربي والفلسطيني والاسرائيلي خالد لماذا لحد الان لم تتخذ السلطه الفلسطينيه من بعد مرور 11 سنه على اصدار هذا القرار من قبل المحكمه الدوليه لم لم نرى له يعني لم يتحقق على ارض الواقع نعم كما تحدثتي للاسف السلطه الوطنيه حتى الان كما قلت سابقا غير مهتمه او غير مدركة ممكن لأهمية تحويل هذا الرأي إلى قرار فللأسف ربما أيضا التقلبات السياسية في المنطقة الوضع السياسي الإقليمي ربما لهذا ذهبت السلطة إلى أخذ أو تحقيق عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التوجه لتحويل هذا الرأي إلى قرار لكن لماذا تم التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية قبل النضال أو ما تحدثت عنه من من بنود اتفاقية لاهاي؟ من قبل تحقيقها يعني لم نرى لها أي أي أثر على على الواقع ومع ذلك تم التوجه للأمم المتحدة صحيح، حسب توقعي الشخصي أن السلطة الوطنية الفلسطينية رأت في التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأخذ عضو مراقب فرصة كون تحويل الرأي لهاي الاستشاري إلى قرار يعتبر مهمة أصعب بكثير في ظل هذه التغيرات السياسية في ظل وجود نظام أحادي القطبية قائم على أمريكا التي تعتبر حليف أساسي لدولة إسرائيل فلهذه الأسباب وبوجه نظري الشخصية تواجهت السلطة الوطنية الفلسطينية للجمعية الجمعية الأممية الأمم العامة للأمم المتحدة لأخذ قرار عضو مراقب ولم تتطرق إلى تحويل رأي لهذه الاستشاري كون هذا سيشكل عائق سيشكل ضغوطات سياسيه كما نعلم هذا الراي يخيف اسرائيل يرعب اسرائيل هذا القرار سيؤدي الى ضغوطات سياسيه الى ضغوطات اقتصاديه الى حصار إلى،, الى 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 ازدياد في الجرائم وربما السلطه الوطنيه غير معنيه في هذا المازق يعني نحن نعيش في مازق ويمكن لا نريد ان يتضخم هذا المازق ونعيش في جمود اكبر ويأس اكبر يعني برايك السلطه الفلسطينيه تأثرت بما يجري على الساحه الدوليه والساحه الفلسطينيه يعني تعرضت لضغط للجوء للجوء الى والتوجه للامم المتحده بكل تاكيد نعم دينا من اين تنبع برايك اهميه تحويل هذا الراي الى قرار هي تنبع من الجهات المختصة التي هي دارسة القرار والتي هي من دول هي مؤيدة لل القضية الفلسطينية والتي هي قادرة على ان تكون في فتوى لاهاي ان تصل هذه القضية الفلسطينية، فبالتالي فتوى لاهاي هي نابعة عن جهات مختصة دارسة هي ترى هذه القضايا بكل وضوح وترى بانها هي مخترقة للقانون الدولي الانساني وهي غير شرعية فبالتالي هي لا وجود لها هناك يجوز ازالتها كالمستوطنات هي يجوز ازالتها بسهوله كونها هي غير غير موجوده من الاساس في شرعيه الشرعيه الاسرائيليه. دينا من يتحمل مسؤوليه تحويل هذا القرار او تطبيقه على ارض الواقع وتحويله الى قرار فعلي لنراه على ارض الواقع؟ جميعنا نتحمل المسؤوليه. في البداية خلينا نحكي عن المدارس التي لم تدرس في المدارس أبدا الجامعات التي هي يتخرج الطالب يذهب إلى سوق العمل وهو لم يفقه شيء عن فتوى لهاي القيادات الفلسطينية الشعب نفسه كونه هو حتى لو لم يشكل اي وسيله ضغط على فتوى لاهاي المجتمعات المدنيه القيادات السياسيه فكلنا نتحمل هذه المسؤوليه والى الاعلام ايضا الذي لم يتحدث عن فتوى لاهاي بشكل مفصل وبشكل دقيق ولم يحدث له اثاره كونه يجب ان يتم يجب على معرفته من الشعب اولا آه خالد برايك اين تقع مسؤوليه منظمه التحرير الفلسطينيه كونها آه الممثل الوحيد عن الشعب الفلسطيني اين تقع مسؤوليتها في تحويل هذا الراي الى قرار لمنظمه التحرير الفلسطينيه دور اساسي في تحويل هذا القرار كونها كما تفضلت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبالتحديد نتحدث هنا عن الدائره السياسيه في منظمه التحرير لهذه الدائره دور مهم في تعبئه الشعب الفلسطيني باهميه هذا القرار وكما ان لهذه الدائره دور في مخاطبة شعوب العالم لتأثير على قرارات الدول والحكومات التي ستدعم هذه القضية فنحن نعلم جميعا أن التحالف شيء مهم في علم السياسة حتى نستطيع الوصول إلى قرار يجب أن نعمل تعبئة داخلية وخارجية فمنذ عشرات السنين قبل الشعوب الأخرى والشعوب الغربية كانت تظن أن الفلسطيني هو الإرهابي الفلسطيني هو المجرم المحتل هو البريء لماذا الآن هنا تغير تغيرت الحالة هنا نلاحظ حملات المقاطعة نلاحظ حملات المقاطعة الأكاديمية التي تزداد يوما بعد يوم نلاحظ حملات مقاطعة البضائع المستوطنات إسرائيل الآن تعيش في عزلة كما يعلم الجميع تعيش في عزلة سياسية أكاديمية تعليمية اجتماعية ثقافية ولهذا منظمة التحرير دور أساسي من خلال الجهود الدبلوماسية من خلال استغلال السفارات الخارجية استغلال الندوات عمل ندوات خارجية لأن لأننا نعلم الشعوب الغربية بشكل عام قائمة على أساس الديمقراطية أي أن مصدر القرار الحكومة يأتي من الشعب فإذا أنت قمت بمخاطبة الشعب من خلال الندوات من خلال الأفلام بأي طرق دبلوماسية ممكنة هذه الشعوب ستؤثر على حكوماتهم وبالتالي ستدعم القضية من أجل تحويل رأي لهاي الاستشاري إلى قرار يخدم القضية الفلسطينية نعم آه دينا كيف او كيف تقع المسؤوليه على المجتمع من خلال بتوعيه المجتمع برأي لاهاي الاستشاري ان كان في التوعيه او المعرفة وكيفيه الضغط على القوى السياسيه او من خلال دعمها؟ المجتمع أو الشعب إذا كان لديه معرفة كاملة عن هذا الرأي وكونه هو يخدم القضية الفلسطينية فبالتالي هناك ستكون عندي سيكون عندي ردات فعل من الشعب الفلسطيني تجاه هذه القيادات للضغط عليها في تحويل رأي لهاي الاستشاري من فتوى إلى قرار فبالتالي ما دام كانت التوعية هي إيجابية إيصال فتوى لهاي بطريقة إيجابية وبطريقة كاملة ومفصلة حتى يدرك الشعب الفلسطيني بأهميتها فهو سيقوم في أشكال المظاهرات التي يقوم فيها وأشكال الضغط على القيادات الفلسطينية وبالتالي ستكون هناك عندي إثارة وستقوم القيادات الفلسطينية بالتحرك وبالعمل باتجاه فتوى لهاي في في حال اصدار او تم تطبيق قرار راي لهي الاستشاري على ارض الواقع برايك ما هي اهم التوقعات ممكن ان تترتب على تحويله لهذا القرار في الحقيقه يعني حتى لو تم تحويله الى الى قرار لم يكن هناك لدي من كما يقولون لم يكن هناك لدي لدي قوانين أو لدي أو كم لم تتحقق جميع البنود التي يقوم عليها لهاي كونها هي القوى العظمى التي تقوم على إصدار هذه القرارات وإصدار هذه الأوامر فبالتالي حتى لو هي قامت في أصبحت إلى قرار ستزيد الانتهاكات ستصبح عندي هناك زيادة في الانتهاكات من ناحية الحواجز والإغلاقات. وإلى آخره خالد بالإضافة لما تحدثت عنه دينا من توقعات هل هناك توقعات إضافية برأيك؟ في حقيقة الأمر نعم هناك توقعات هامة ستحدث كتوقع للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل أساسي فنحن نعلم أن إسرائيل إذا تأكدت أن هناك قضية ستؤثر على مصالحها فإنها ستفعل كل شيء حتى توقف هذا العمل كما حدث في السابق في العام 2003 عندما طلبت جمعية العامة للأمم المتحدة التوجه الى المحكمه حاولت اسرائيل بالضغط وامريكا طبعا حاولت بالضغط على هذه الدول وعلى هذه الجمعيه بعدم التوجه وبالتالي توقع اذا اردت القياده الفلسطينيه محاوله تحويل هذا الراي الاستشاري الى قرار سيترتب على ذلك عده عقوبات اقتصاديه سيترتب على ذلك عده مواقف سياسيه معارضه لهذا العمل تحريض دبلوماسي على المستوى الدولي سيترتب على ذلك حصار ازدياد في الجرائم الاسرائيليه كوسيله ضغط على السلطه الفلسطينيه من اجل التوقف عن هذا العمل فبالتالي اسرائيل لن تسكت لان هذا القرار يهم القضيه الفلسطينيه حتى لو كنا ننظر اليه انه قرار رمزي لا، هو قرار مهم وقرار يعتبر انجاز في التاريخ النضالي القانوني الفلسطيني، وبالتالي اسرائيل وحلفائها لن تسكت عن هذا العمل وستعمل كل شيء داخليا وخارجيا اي على الصعيد الدولي والدبلوماسي من اجل ايقاف الجهود الفلسطينيه لتحويله الى قرار. برايك ان الشعب الفلسطيني او برايك هل الشعب الفلسطيني سيبقى يحاول تطبيق راي له هاي الاستشاري رغم الصعوبات والانتهاكات الاسرائيليه؟ يعتمد هذا بحقيقه الامر على الاراده السياسيه من القياده السياسيه. اذا وجدت اراده سياسيه من القياده السياسيه على مواصله الطريق والتوجه الى مجلس الامن من خلال حشد الجهود الدبلوماسيه ومخاطبه الراي العام الفلسطيني والخارجي وعمل عد يعني وضع خطه استراتيجيه لتحويل ذلك، نعم الشعب الفلسطيني سيكون مع قيادته. يعني برايك هناك إرادة فلسطينية لتحقيق هذه تحويل هذه الرأي إلى قرار. حتى الآن لا يوجد هناك أي بوادر تتحدث عن وجود إرادة سياسية حقيقية لتحويل هذا الرأي إلى قرار. نسمع هناك بعض المحاولات الخجولة، بعض التصريحات الخجولة هنا وهناك من بعض القيادات، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد شيء عملي، لا يوجد خطه عمليه، لا يوجد عرض هذه الفكره مثلا في المجتمع الدولي، لا يوجد هناك استراتيجيه واضحه من اجل تحويل هذا الراي الى قرار، فبالتالي كما قلت لك اذا لا يوجد اراده في اي شيء لن يكون هناك نتيجه. بالعوده لك دينا، رايك قوه القرار الفلسطيني او قوه الحديث الفلسطيني او الشارع الفلسطيني برايك يرجع الى ماذا؟ الى التوجه الى المحاكم الدوليه او قرارات دوليه او شخصيه تنبع من قيادات سياسيه داخليه اكيد قوة الشرع الفلسطيني هي مهمه فبالتالي اذا كان هناك عندي كلام يعني كان في عندي قوه فلسطينيه نابعه من اشخاص لديهم الوعي الكامل السياسي فبالتالي هي ستكون خطوه مبدئيا بالتوجه الى الامم المتحده وفي البدايه الضغط على القيادات السياسيه حتى يتم التوجه الى الامم المتحده لكن برايك هل القياده الفلسطينيه تعاني من مج... يعني تعاني من صعوبات او تحديات اذا ما اقدمت على هذه على مثل هذه الخطوه؟ اكيد اكيد هي بتعاني من صعوبات وتحديات كونها هي لا تملك آه قرار سياسي موحد او هي لا تملك آه هيكليه موحده فبالتالي هي آه هناك ما زال مخاوف ايضا القياده الفلسطينيه بتوجه الى آه جمعيه الامم الجمعية, الجمعيه العامه في المطالبه في تحويل فتوى آه لاهاي الى قرار استشاري فاكيد هي آه تواجه صعوبات ضغوطات آه موجهه لها حتى يصعب لها التوجه الى الجمعيه العامه مخاوفها من النتائج ايضا آه هناك لا يوجد لديها دراسة آه آه ماذا بعد؟ ماذا ماذا ستكون النتيجة أو ماذا سنصل فيما بعد ما بعد فتوى لاهاي؟ آه خالد برأيك ما هي أهم المقترحات التي ممكن تقديمها أو لدعم يعني عملية تحويل لاهاي إلى قرار ممكن يخدم أو يصب في مصلحة القضية الفلسطينية؟ بداية أهم نقطة من أجل تحويل رأي لاهاي الاستشاري إلى قرار هو التماسك الداخلي. من الممكن لنرى مثلا هيكليه منظمه التحرير، هناك احزاب سياسيه لها نسبه كبيره من الشعب لم تدخل حتى الان الى منظمه التحرير، كخطوه اوليه واقصد بهذه حركه الجهاد الاسلامي، حركه حماس، حركات اخرى لم حتى الان تدخل منظمه التحرير، هذه خطوه اوليه دخول منظمه التحرير من اجل الاتفاق على برنامج سياسي موحد حتى يتم تمثيل فلسطين كقضيه خارجيا، يجب ان يكون هناك اتفاق، يجب ان يكون هناك قرار فلسطيني مستقل. بعيدا عن المصالح الحسبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والإقليمية إذا لم نكن نحن أقوياء داخليا فلا لن نستطيع القدوم إلى المجتمع الدولي بكافة الوسائل مهما فعلنا ونحن نلاحظ حتى اليوم في الشارع الفلسطيني نرى هناك إحباط هناك يأس بين الشباب الفلسطيني نراهم يتحدثون عن الانقسام عن الاحتلال عن 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 إذا هناك يجب مشكلة داخلية يجب إصلاحها في البيت الداخلي الفلسطيني حتى نستطيع إيصال الرسالة إلى المجتمع الدولي لخدمة هذه القضية. دينا كيف من الممكن أن يتم إحراج وفضح أساليب والانتهاكات التي تقوم بها أو تقوم بها دولة الاحتلال أو حكومة الاحتلال على الساحة الدولية؟ الهبه الجماهيريه في الوقت الحالي هي اكبر انتهاكات واكبر احداث تحدث لفضح جرائم الاحتلال، كما نرى ما تقوم به اسرائيل من اعدامات للفتيات وللشبان ايضا، وكما تقوم به من ضغوطات ومن انتهاكات بحق الأسرة أيضا ماذا فعلت في آخر فيديو رأيناه للأسير محمد القويكو. فبالتالي ممكن الاستفادة من كل حدث أو من كل موقف حدث تقوم به الاحتلال والاستفادة منه إعلاميا في جميع اللغات حتى يتم الفضح دوليا ومن ثم لنخطي الخطوة الأخرى بالفضح في الجمعية العامة هل هناك اي اضافات او اساليب اخرى ممكن بالاضافه لما تحدثت عنه الضغط على على حكومه الاحتلال دوليا للاعتراف او احراجها دوليا؟ نعم، بشكل اساسي انا ارى ان التغيير ياتي من خلال الشباب. ونتحدث هنا يجب اشراك الشباب طلبه الجامعات وغيرهم في فضح هذه الجرائم من اجل التاثير دوليا من اجل ايصال الرساله التي نريدها. للاسف نرى كافه القيادات نرى الاعمار نرى معدل الاعمار في صانعي القرار لا يوجد هناك اي دور للشباب الفلسطيني في مثل هذه القرارات في مثل صنع هذه القرارات لهذا يجب للشباب ان يكون له دور في عمليه التوثيق القانوني للجرائم التي تحدث فنحن حلم هناك كثير من طلبه القانون طلبه الامساسية طلبه الاعلام المتفوقين لهذا يجب استغلالهم لا نريد هجره العقول لا نريد للطالب الفلسطيني الذي يتمنى التخرج فقط من اجل العمل خارج البلاد نريد أن نستثمر هذه الطاقات الإيجابية لأننا نعلم جميعا أن الشباب الفلسطيني لديه طاقات إيجابية ولكن يجب استغلالها وتوجيهها هذا للأسف ما ينقصنا في القيادة الفلسطينية يوجد لدينا طاقات إيجابية ولكن لا يتم توجيهها واستغلالها في الطريق الصحيح ولهذا نخسرها للأسف دينا هل هناك جاهزية فلسطينية على الساحة الدولية في مثلا لمواجهة الاحتلال وفض مواجهاته أو انتهاكاته على المحافل الدولية؟ إذا أريد أن أتكلم عن جاهزية دولية فهناك العديد من النقاط التي سأتحدث عنها عن جاهزية دولية آه بالتأكيد هي الهبة الأخيرة هي وحدتنا ولكن يعني وصلتنا إلى مرحلة آه إلى مرحلة هي آه الى فضح جرائم الاحتلال ولكن اذا اريد ان اتحدث عن جاهزيه بالتوجه الى الامم المتحده وغيرها فنحن بصراحه لسنا بجاهزيه كامله نحن بحاجه الى الكثير من خطوات العمل والكثير من التخطيطات والدراسات التي سنتوجه اليها ونرجع الى هنا ونحن ان تكون هناك نتيجه ناجحه ان نستفيد من الدروس السابقه من اوسلو ومن ومن غير ذلك يعني هل هناك خطة استراتيجية يتم المشي عليها أو أنه من ضمن ردود الأفعال أو من خلال ردود الأفعال يتم إقرار أو التوجه للمحافل الدولية؟ هي بالتاكيد ترجع للقيادات السياسية ولكن ما دام هناك في ردود افعال فبالتالي هناك ستكون في عندي خطة استراتيجية قادرة وكافية على ان تبعث جرائم الاحتلال والانتهاكات إلى مجلس الأمن وبالتالي الحصول على دولة ليس عضو مراقب فقط بل الحصول على دولة مستقلة خالد كيف من الممكن إيجاد دعم إقليمي أو دولي لصالح القضية الفلسطينية؟ بشكل أساسي الخطوة الأولى التي يجب اتباعها هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية هناك عديد من الدول الآن تمر في ظروف داخلية تمر في سرعات تمر في ثورات يجب علينا كموقف فلسطيني كوننا حتى الآن لا نمثل دولة كاملة السيادة أن لا نتدخل في هذه المحاور الإقليمية يجب الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل فهذا الأمر يضعفنا أما الخطوة الثانية بعد عدم التدخل هو مخاطبة شعوب وحكومات هذه الدول، ومن اجل ذلك يجب علينا تقويه الاعلام، يجب ان يكون لدينا اعلام موجه، يجب ان يكون هناك دور اكثر للسفراء في هذه الدول، يجب استغلال كافه الوسائل الدبلوماسيه التي يتم التعبير عنها في الدول الاخرى من خلال عقد الندوات، عقد المؤتمرات، مخاطبه الراي العام بشكل عام، التوجه الى الجامعات، التوجه الى الشباب، عرض وفضح جرائم الاحتلال في هذه الدول، يجب ان نصل تصل الرساله الى الحكومه والشعب معا ولهذا هذه الخطوتين بشكل اساسي هي اهم خطوتين من اجل الحصول على دعم اقليمي من اجل دعم تحويل الراي لاهاي الاستشاري الى قرار فعندما يتم هذه الخطوات سينال الشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه احترام هذه الشعوب واحترام حكوماتهم وهذا سيزيد من قوه الموقف الفلسطيني على الصعيد الدولي. قد تحدثت انه يجب الخروج عن التاثيرات الاقليميه، كيف من الممكن الخروج عن التاثيرات الاقليميه؟ يجب الخروج من خلال الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل والذي ينبع داخليا كما تحدثت واعيدها للمره العاشره. الانقسام هو عائق اساسي، اذا يكون هناك برنامج سياسي موحد خطاب سياسي، لننظر مثلا الى القنوات الاعلاميه الفلسطينيه، للاسف نرى ان هذه القناه تعمل لمصلحه الحزب سين. ونرى أن هذه القناة تعمل لمصلحة الحزب صاد لا يوجد خطاب سياسي موحد لا يوجد قرار سياسي موحد وبالتالي لن, نر... لن ننال احترام كافة الدول والحكومات في هذه القضية دينا كيف من الممكن إعادة <applause> القضية الفلسطينية ضمن أولوية القضايا على أو القضايا على الساحة الدولية؟ <applause> على الساحة الدولية. اكيد يجب القضيه الفلسطينيه لم تصل الى الى الدول الخارجيه بكاملها هي فقط ترى التي تريد الاحتلال ان ان يراه فبالتالي نحن نرى المبررات الاسرائيليه التي تقوم فيها في الهبه الاخيره من الروايه المعتاده من وضع السكين جنب بجانب الشهيد عندما يرتقي فبالتالي في طور ما يحدث من أزمات العالم العربي والربيع الربيع العربي طبعا وما يحدث في اليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية كيف ممكن إعادة القضية الفلسطينية ضمن ما يحدث في العالم العربي على الساحة الدولية؟ أكيد هناك الثورات ما زالت متزايدة في الكثير من الدول القضية الفلسطينية إذا تحدثت عن إعادتها وإعادة إبرازها هي بحاجة إلى أن يكون هناك حل للثورات الدول الخارجية حتى يكون هناك اطلاع من خلالها على هذه القضية الفلسطينية. نعم. خالد في نهاية أو قبل الوصول إلى نهاية الحلقة، ما هي أهم رسائلك أو توصياتك؟ أهم رسالة بشكل عام للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية. نعم. لا أنكر أن الوضع بشكل عام محبط وهناك يأس وجمود سياسي ولكن هذا لا يعني أن نقف هذا لا يعني أن نستسلم هذا الشعب الفلسطيني شعب عظيم يواصل الثورة يواصل النضال القانوني والسياسي بكافة الأشكال والأساليب على هذا الشعب والقيادة العمل على وضع خطة استراتيجية كما قلت بالسابق وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تعبئة هذا الشعب سياسيا لتقوية الموقف الفلسطيني فنحن كما قال الشهيد ياسر عرفات نحن شعب الجبارين ولا نستسلم ولا نركع ولا نركع ان شاء الله دينا ما هي رسائلك وتوصياتك رسالتي في البدايه للاعلام العمل على افلام وثائقيه برامج ايا كان عن فتوى لاهاي حتى يكون هناك درايه وعلم من خلال الشعب وايضا رساله الى الجامعات الفلسطينيه بعمل مساقات او محاضرات عن راي لاهاي الاستشاري ورسالتي الى منظمه التحرير الفلسطينيه ايضا بالضغط على مجلس الامن والجمعيه العامه بتح تحويل فتوى راي لهاي الاستشاري الى قرار وايضا رسالتي الى الشباب الفلسطيني بالتوجه نحو هذا التوجه فتوى لهاي الذي هو عباره عن حلم فلسطيني يحقق المطالب وبالتالي هو وعي يكون لديهم وعي سياسي ومدرك كامل كامل الدرايه في فتوى لهاي نعم أعزائي المشاهدين وفي نهاية في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر لضيوفي الأعزاء الناشطة الشبابية والإعلامية دين عبد والناشط الشبابي والسياسي خالد أبو قرع وأخيرا وليس أخيرا أعزائي أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إلى اللقاء